تشكو بابل من قلة التخصيصات المالية، إذ لا تزال المشاريع الاستراتيجية في المحافظة حبرا على ورق، الأمر الذي ألقى بظلاله على الواقع الخدمي للمدينة. بقيت على حالها، لسان حال محافظ بابل على مشاريع المدينة، فالتخصيصات المالية لم تصل، والتقصير الوزاري لا زال يتسيد المشهد. سنين طوال بقيت بها بابل بلا موازنات كافية لإنشاء مشاريع جديدة أو استراتيجية، فبحسب الإدارة المحلية أن الأموال التي تخصص للمحافظة ومنها الأقضية والنواحي لم تكفي لبناء مدرسة واحدة، مما فاقم مشكلة تردي الواقع الخدمي وتراجع البنى التحتية. حتى نخلص من هاي العملية ماكو غير أنه يعوضون اللي فات. الأموال اللي راحت على المحافظة والمشاريع اللي خسرتها المحافظة في سابق الأيام يفترض أن تعوض هذه بمشاريع حاليا جديدة حتى نردم الفجوة اللي تولدت جراء ترك هذه المشاريع. هذا الموضوع غاية بالأهمية. إذا احنا نتكلم عن بناء بابل وعن إعمار بابل، ما أمامنا سوى هذا المخرج، يعني أنه يجب أن تعوض المحافظة بتعويض مجزي ومرضي يتناسب مع حجم الفاقة اللي صارت عندها والحرمان للسنوات السابقة بمشاريع جديدة خلال الموازنات القادمة. ولمعرفة الموازنات المالية وقيمة المشاريع، أقامت إحدى المنظمات مؤتمراً شمل حضور الإدارة المحلية وأعضاء البرلمان لغرض وضع حلول للمحافظة ومطالبة الوزارات المعنية بزيادة تخصيص المحافظة ضمن بنود الموازنة الاتحادية لهذا العام. حقيقة هكذا ندوات مطلوبة هي للتواصل مع الجمهور وبنفس الوقت مع جنابكم الكريم الإعلاميين، وهذا الحوار والنقاش وبالنتيجة سلطة يعتبر رقابية تردف الجهة الرقابية بكثير من المعلومات التي نحن بحاجة لها، إضافة لما لدينا من معلومات حتى نؤدي الدور الرقابي بشكل جيد، وبنفس الوقت هذا الحوار مكاشفة مع الجمهور. اليوم المرصد النيابي المحلي لمنظمة بنت الرافدين أقام هذه الندوة الحوارية واللي اختصت في موضوعها دراسة وآليات الدور النيابي لميزانية محافظة بابل لعام 23، ما هي أبواب الصرف وما هي المشاريع وما هي المحاور التي ضمنتها هذه الميزانية. الندوات ما بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية التي تقيمها منظمات المجتمع المدني، ما هي إلا مكاشفات لموازنات محافظة بابل بهذا العام والأعوام السابقة. زيد الشهيب، رابعة، بابل.